حقيقة أنا استمعت إلى أطروحات اللي أدلى بها الضيف الساعدي واستوقفتني عدة نقاط مهمة من كلامه. أولها أن سقف طموحات السيد الساعدي مرتفع جدا. طموحات لو ليش؟ تفاؤل لا، شلون طموحات يعني؟ هو ما ما مشارك عقل بالانتخابات. طموحات. نعم. تعرف الطموحات جانبين، الجانب الأول أنه أفرط بالتفاؤل بشأن نوايا من أسماهم القوى المدنية والتشرينية، مو مشكلتها، يعني كل القوى اللي هي من خارج الأحزاب، زين. أفرط بالتفاؤل في نواياهم. ولدينا تجربة مجلس النواب 2021، كم من تشريني ومدني ادعى الوقوف مع الشعب ومع شهداء التشرين، ومن ثم انحرف وبات الآن شأنه شأن الغراب الذي أضاع المشيتين، كما يقول المثل العراقي لما الراد يقلد الحمامة بعدين لا أعرف يرجع، لا أعرف يقلد الحمامة ولا أعرف يرجع يمشي مثل ما كان غراب. لا هو من ضمن الأحزاب، لأن الأحزاب تعتبره دخيل ومنافس، ولا هو رجع لجماهير اللي لفظته واعتبرته خارج عنها، وهو الآن شهيد بحكم الواقع ولم تكن قائما. هذا الإفراط بالتفاؤل بهذه الشخصيات أعتقد حالة خطرة يجب أن ننتبه لها وما نفرط بالأمل في هؤلاء، شنو لأنها هذا الخطر يا استاذ حيدر؟ شنو خليه يكمل، خليه يكمل استاذ حيدر وانا ارجع لك استاذ محمد. انا ما مو طموح هذا، لا هذا لا لا، انا قلت له، قلت له هو مو طموح، لا مرشح الرجال ولا شيء. اي اي سيد محمد، سيد محمد راح ارجع لك، راح ارجع لك، راح ارجع لك. انا عارف يعني هو اريد خليه يكمل فكرته وبعدين نرجع ان شاء الله نتكلم بالموضوع.